اليوم ما سامونيش، ما كان لا شاري لا والو، ما السوق راك تشوف فيه حبس خلاص. عم بيا في السوق بصح بعد انا قريت هذوك الغاشي كره سامعه قلقالي برك مزح حتى ما ثبت والو، على الاقل يدخل السوق السوم تدخل الماتريال ما تقدر تهضر. ما كاينش الناس اللي تبيع تشري، ما كاينش كاع الناس خايفين. السوق اليوم ما كانش الناس غير الدور برك، لا شاري لا بايع لا كان والو. الناس باغيه تشري وهايبه والسوق ما فاهمش، كاين اللي جايب سومه تاع سوق قديم وحاطه وكاين وباك يا ربي. شاري خواف والبايع راك تعرف طماع. الناس غير تقرع جبرك، اللي يجي قد راه مسومين قد راه ماشي ويفوت، ما كان شاري حار مره. تحية طيبة لكم متابعي قناة الهضاب تي في في كل مكان، أهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من حصتكم ميكروفون الهضاب. اليوم رانا في الأسبوع الثالث بعد قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، باش نشوفوا كل جديد إن شاء الله، ولمعرفة كل جديد تابعونا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راك خويا العزيز ومنين جيتنا؟ لاباس، انا من براش، دايره تاع براش. الله يبارك. واش راك مدخل اليوم السوق؟ سبرينتر هذا 2021. واش فيه في لاطول؟ شحال ماشي؟ ما فيهش لاطول، ماشي 138، فيه ديرا كور صغار خلاص. الله يبارك. كش ما ساوموك اليوم؟ اليوم ما سامونيش، ما كان لا شاري لا والو، ما السوق راك تشوف فيه حبس خلاص. هذه اول مره دخلوا السوق ولا؟ تروازيام فوا. تقدر تذكر لنا السومه اللي سمعتها من قبل؟ قبل عطاونا 410. هذا السوق، هذه السوق الدوزيام ولا السوق الاول؟ السوق الدوزيام. الاول ثاني ما كانش شاري، في ثلاث اسواق هذو اللي ورا بعضهم ما كانش. تقدر يعني تقول بالك السبه هي المون تروازون اللي سمعنا بها ولا؟ ما ممكن بالك هي 95-99% هذيك هي السبه هي. او كلش ما تعقب من هي لسوق الطوموبيلات، السيارات الصغيره ثاني كيف الكمين من هي حابس كلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين جيتنا خونا اليوم؟ لغوات. الله يبارك خيار الناس. واش راك مدخل اليوم السوق؟ فورغو. واش من سيري واش فيه في لاطول؟ 2011 سيري 2011. شحال ماشي؟ ماشي الموتور تاعو محطوط 2014 والكابينه تاعو ماشيه 570. الله يبارك. نظيف هو نظيف. نقي الله يبارك. الله يبارك. شحال سمعت فيه اليوم؟ 230. الله يبارك. سمعتو مازالت بعيده قريبه ماشي بعيده بزاف. هذا هو السوق الاول تاعو ولا؟ لا السوق الدوزيام. السمانه اللي فاتت طاو لي 250 في سوق سطيف. في سوق سطيف ايه. السما اليوم راه حدر شويه ولا مازال الوقت؟ شويه راه هبط شويه. الله يبارك. واش ناوي حبيبي دوكا يبيع ولا يصبر شويه ولا؟ باغي نصبر شويه باغي كش ما يكون فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله. كنت شخصي خويا العزيز شويه السبب اللي خلات خويا يجي من الاغواط للسطيف يعني؟ لا غالب راك تشوف السوق راه حابس كاع. زعما سوق سطيف يعني فيه البيع خير من؟ لا مليح راه مليح الحمد لله. الحمد لله. احنا نقولوا ربي يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله. وربي يحفظك ان شاء الله. امين ان شاء الله. واش رايك اليوم في السوق زعما راه مليح شويه؟ السوق شوي ماهوش فور. راقد. ناقص. ما كاين اللي شاري ما كاين البائع. وعليك السلام ورحمة. من جانا خونا اليوم؟ عين الزر. الله يبارك. واش راك مدخل اليوم السوق؟ ماستر 2019. لاطول تاعو شحال ماشي؟ نظيف ما فيه ماشي 9600 ما فيه والو معاود. الله يبارك. شحال عطاوك خويا العزيز؟ 555. 555 هذا هو السوق الاول تاعو؟ الاول. وراهي مقنعتك شويه السومه مازالت بعيده قريبه؟ مقنعتني عادي. ما عنديش حراج بيه يعني هكذا بلي راني بايع اللور والله بسومتي اللور مانيش بايع اللور ومانيش محير منه يتباع ولا يهبط السوق سي كيف زوج حوايج هكذا صراحه. واش رايك اليوم السوق اليوم كاين سوان بلي بارده بلي ما كانش السوم الاول شحال عطاك؟ السوام الاول 500 وبدا يطلع بشويه ومطلع عليه 3 خطرات وطبق ضربه واحده ما تكثرش تما هو ذاني حوس يعاود السوق زعما اثر شويه القرار الاخير تاع مون تروازون على ال بيان سوري اثر اثر يعني كانت تولي الصحه وعام با يحذر عام با يهبط السوق
بصح بعد انا قريت هذوك الغاشي كره سامعه قلقالي برك مزح حتى ما ثبت والو، على الاقل يدخل السوم تدخل الماتريال بعد تقدر تهضر. كاينه صح. من المفروض كي يدخل الماتريال تحدى الحوايج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من جانا اخونا اليوم كمال؟ من جيتنا اليوم؟ جيتكم من ارجي. ارجي البحريه اكزاكت. الله يبارك يا اخو، مرحبا بك عندنا. يعيشك خويا. واش راك مدخل اليوم الصوت؟ داخل فورغو مرسيدس 311. واش من سيري واش فيه في لاطول شحال ماشي؟ 2016 ماشي 280,000. لاطول نظيفة ما فيها سبعة. شحال سمعت فيه اليوم؟ والله غير شوف ما عنديش بزاف ملي لحقت، عندي واحد نص ساعة ملي لحقت هذا وين مازال ما سمونيش. هاو جاني واحد هكذايا حبي وزيد وسما، قلت له خليه يفوتو. اش مارك داير له سومة انت ولا؟ انا داير له سومة انا كتب ربي فيها. شما سوموك على برا؟ شما سوموك السوق اللي فات؟ برا سوموني، سوموني على برا بصح ماشي ماشي سومتو. ماشي سومتو. شغل حبوا يكسروك زعما؟ ايه تعرف كي يسمعوا هكذا السوق هبط وراح يدخلوا طوموبيلات وكذايا، يسمع شغل الناس السوق حبس شويه. تقدر تذكر لنا السومه باش يعرف المواطن كذا راهم يديروا زعما؟ وي باغ اكزومبل السومه اللي انا طالبها. اللي طالبها انا معاون نبيعها ب 400 ان شاء الله حين اكتب ربي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من جاي معنا اليوم؟ بدو بورداس. ولد بورداس. الله يبارك خير الناس، مرحبا بك. واش راك مدخل اليوم الصوت؟ سير صويت. واش فيها في لاطول شحال ماشيه؟ ماشيه 1100 جديده ماشي ماشيه كاع. واش من سيري هي؟ الير هذه 2012 لاني. 2012 شحال راهم مساومينك اليوم؟ مازال ما ساوموناش. مازال والو؟ مازال ما عطاوناش. كش ما دخلتها للسوق من قبل ولا؟ لا ما اول مره دخلها تصلي فلان. الله على برا كش ما ساوم؟ لا تا واد كنيس من قبل، هذه قبل ما يطيح السوق كانوا عاطين لي 550. وما زادوش بعد؟ حبست تما ومن بعد السوق هبط. رانا ما نحيتهاش مازال. ما زادوش ساوموك تما؟ لا مازال ما ساوموش. من بعد هبط دوك ما كاينش الناس اللي تبيع وتشري ما كاينش، كاع الناس خايفين. واش رايك اليوم في السوق تاع سطيف؟ هذا بدينا ما على بالناش، من بعد نشوفوا. هذا بدينا هذا ودخلنا ما على بالناش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. أهلين. واش راك مدخل خويا للسوق؟ مدخل بيكونتو إن شاء الله. واش من سيري واش فيها في لاطول شحال من جناف؟ ما فيها والو، ماشيه 93,000. الله يبارك يبارك في حياتك. شحال سمعت فيها اليوم؟ مازال اخويا اليوم راه سوق ما كانش. هذا اول سوق دخلتها ولا؟ هذه اول سوق. ايه كيش ما سموك على برا ولا؟ مازال ما كانش. كيف ما كانش. وخويا كيش ما راهم داير لها بري ولا؟ والله يا اخي ما بنقول لك مدايرين بري، كنا نتبعوا في السوق مازال ما كان والو، انا نستناو ونشوفوا. علاش اخويا واش رايك اليوم في السوق؟ السوق اليوم ما كانش، الناس غير الدور برك، لا شاري لا بايع لا كان والو. تسمى مبلوكي؟ مبلوكي مبلوكي، السوق مبلوكي كانش. من جانا اخونا اليوم؟ خويا من بطنا. الله يبارك، شراك مدخل اليوم السوق؟ خويا مدخل تيكسون. واش من سيري واش فيها في لاطول شحال ماشي؟ فيها سبيغه في لاطول ماشي 247 لا سيري 2011 عطاوني 180. الله يبارك، هذا هو السوق الاول. هذا هو السوق الاول دخلت. قناعتك شويه؟ مازال شويه برك ونطلق. ماشي حاجه؟ ماشي حاجه خفيفه. واش رايك في السوق اليوم؟ الناس باغيه تشري وهايبه السوق ما فاهمش. كاين اللي جايب سومه تاع سوق قديم وحاطه، وكاين اللي بابك يا ربي، كاين اللي يبيع بابك يا ربي سامو يبيع، وكاين اللي جا بالسومة تاع السمان اللي فات، أو داخل بالسومة تاع السمان اللي فات، ماشي كاع السومة تاع دوكا، لا السمان اللي فات، دوكا السمان اللي فات أنا كانوا عاطيني في التيكسون هذا 210 ملايين، السمان هذا معطيني 180 مليون، ماشي كيف كيف. السمان البيع إن شاء الله فوق 210. لا لا، 190 نطلقوا. سمو كون بعت السمان اللي فات. لا السمان اللي فات ما عجبنيش أنا عاد السوق، السوق هذاك وهاك. زدنا مشيت الغالي. سما حبيت 180. سما حبيت تقول بالك السمان هذه خير من السمان. إيوا هكاك أنا درت حساب، خرجت حساب. السلام عليكم. السلام ورحمه. السلام اخويا. اهلين. واش راك مدخل اليوم الصوت؟ هذه داخل اي ديس 2014. الله يبارك، شحال ماشيه واش فيها في لاطول؟ ماشيه 166,000 بريمير ما فيها هذا اللال، ماهوش منحي، فيها فيرني برك وفيها راه كره من لا ريال لتحت فيرني ثاني. شحال سمعت فيها اخويا؟ عطاولي 138. هذا الصوت؟ هذا السوق.
وهذا اول سوق ليها ولا دخلتها من قبل؟ دخلتها قبل ما يهضر، دخلتها السوق عقبو عطاو لي 175 واليوم قدر معطينك؟ عطاو لي 138 ومازالت سومتها حتى انت لحق الاقبو ولا مازالت سومتها؟ ان شاء الله. واش رايك اليوم في السوق تاع سطيف؟ السوق اخويا السوق الماتريال كاين مشتري ما كانش. البيع كاين ولا ما كانش؟ البيع اخويا سما كيما تاع دوكا تقلبها للدار. نقلبها للدار ما نبيعهاش بسما هذه يعني خسر. ان شاء الله. اوتوموبيل بريمير ما. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راه مدخل خويا اليوم الصوت؟ كليو كارد جي تي 2019. الله يبارك. شحال ماشيه واش فيها في لاطول؟ ماشيه 125000 وما لاطول ما فيها والو. نظيفه. ما نظيفه لاطول. وشحال عطاوك اليوم؟ عطاونا 316. 316 هذا سوق الاول ولا؟ الاول. الله يبارك. في رايك مقنعتك شويه السومه اللي سمعتها؟ نورمال في على حساب السوق. دوكا السوق هو اللي يهدر. نسقسيك مثلا كون دخلتها قبل القرار الاخر تاع استيراد السيارات قداش تجيبها قدر؟ بالك تجيب بعد 340. وانت دوكا كنت تكمل قدر تبيع ولا تسقط ولا تروح؟ انا ما نبيعش ب 16 ما نبيعش. اي من الشاري ما كاش. راك فاهم؟ تسمى ديك الشاري خواف والبايع راك تعرف طماع. حاب يبيع بالغلا وشاري حاب يشري بالرخاء. السلام عليكم. السلام ورحمه. واش راه مدخل خويا اليوم الصوت؟ بينف بارتنر، بارتنر بينف 2016. شحال ماشيه واش فيه في لاطول؟ ماشيه 148000. لاطول تاعها ما فيها والو، فيها شويه فروه برك في لاريار هذا ما كان. شحال سموك اليوم؟ عطاونا الحلال 255. 255 هذا سوقها الاول ولا؟ والله هي تنجم تقول دوزيام. السوق اللي فات دخلتها؟ السوق اللي فات. شحال عطاوك السوق اللي فات؟ خرجت على 50. السوق اللي فات شحال؟ على 50. 250. 250 واليوم قدام عطين؟ 55 الحلال. ان شاء الله تسمى لا باس. ان شاء الله فيها خير. فيها خير ان شاء الله. على بالك بارابور واش سمعت منها ومنها سمعت الله يبارك راهي مليحه. يا ربي هاي في المليح، راهي في المليح ان شاء الله. واش رايك اليوم في السوق تاع سطيف؟ والله خير ربي لا باس. لا باس مي وش هو اللي به ناقص؟ ماهوش هذاك اللي قال السوق يسمى الناس راهي خايفه. زعما كنا دخلها خويا العزيز قبل القرار الاخر هذا اللي سمعناه قداش كان ناوي يبيعها؟ بكل صراحه. بكل صراحه سوا ما في 70 75 هذا ما كان. ماشي راهي بعيده بزاف على سومتها ولا باسكو دي كوميرسيال ماهيش ايه ماهيش سياره نفعيه ولا بس سياحيه باش ترجع في صواردها بزاف. هذه يحتاجوها، هذه راهي الناس تحتاجها تخدم بها امور. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راه مدخل خويا اليوم الصوت؟ عندي تيبي صاحبي. واش من سيري واش فيه في لاطول شحال ماشي؟ 2014 ماشي 110000 فيه لال وبارشوك. محطوطين؟ لال محطوطك حلو ومبنتر عن نظافة وبارشوك مبنتر. الله يبارك. شحال سومك اليوم؟ نزلوا ما سوموناش اخويا. هذا أول سوق للسيارة؟ هذا هو أول سوق خويا. واش معنى مسومينك على برا؟ عطوني 827 على برا. نعم أكيد. واش راك ناوي ان شاء الله تبيع تصبر ولا؟ واش نصبر صاحبي انا نمشي. انا نمشي ما نكذبش على خويا. انا نمشي جاب ربي خويا قال اش الاخر سومتها راني نبيعها ما جابش ربي هي قاعده هي تدور هي تمشي. وناوي تبيعها كيما السومه اللي سمعتها على برا ولا اكثر ولا اقل ولا؟ انا نكتب ربي اكثر ان شاء الله. فهمتني؟ وإلا ما جابش ربي انا نمشي وخلاص. السلام عليكم. السلام ورحمه الله خويا لاباس بخير؟ اليوم خويا راه جاي شاري جاي بايع. والله جيت ندور برك اخويا فما بلاتي في الدار جيت نقرع جبرك. ولا ما دخلتمش اليوم؟ يا السوق وما واش باين مره. زعما خفت يعني تعب روحك باطل؟ خفت نتعب روحي باطل ولا السوق واش السوق وحامي ماهوش السوق وغالي تا سوا نتا الخطره اللي فات شويه ما كانش البيع، البيع مغلى سوام الناس غير تقرع جبرك، اللي يجي قد راه مسومين قد راه ماشي ويفوت، ما كانش شاري حار مره. واش رايك انت اليوم كي شفت ودرت زعما السوق هبط شويه؟ لا سوام مرخوفه فاطران تو باين، بصح البائع بصح البيع ما يبيعش، ماهوش بيع. سمع هكذا ما نقدرش نقولوا هبط. ما هبطش مازال هذه امبوسيبل ما كانش. هكذا نقولوا مبلوكي. مبلوكي فوالا. شاري او شو او جاسم التعد في فاترونت والبيع ما باش. والحل انه
اللي عنده سياره يطلق ولا يصبر حتى الجانفي؟ يصبر حتى الجانفي خلاص. انا نجيبهم على الصبر. سمعتك صابر الجانفي. انا نصابر الجانفي انا ما خليش طرون حتى الحاجه. كما انت قلت لي راهم في الدار السمران بزاف سمعنا داك طرون في الواحد. صابر انا صابر وخلاص بابا. علاش اخويا ربي يجيب الصبر. الطوموبيلات انا صابرين وخلاص طاح السوق نبيعوا برخا نعاودوا نشريوا برخا ونعاودوا السوق. قعد كيما راه انا نبيع وخلاص. كسر دخل موت انتقم الشعب. ندخل وننتقم وخلاص. لا لا راه السوق اليوم وغير الناس يغدور برك ما كانش طوموبيل ما خرجت. عندي واحد ساعتين ولا ثلاثه وانا ندور ما كانش مره. يا خويا احنا نقولوا ربي يجيب الخير. امين ان شاء الله. شكرا. وان شاء الله اخويا اللي عنده طوموبيل اخويا يبيع بسومتها وان شاء الله احنا ماذا بينا يطيح السوق الناس الكل تشري الزوالي يشري والناس الكل تركب ونورمال احنا ثاني ماذا بينا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. من جانا اخونا اليوم؟ من الجزائر. الله يبارك. واش راك مدخل اليوم السوق؟ اقسم. واش من سيري شحال فيها شحال راهي ماشيه واش فيها في لاطول؟ سيري 2008 لاطول فيها سوبلاسمون ماشيه 285000. الله يبارك. شحال سمعت فيها اليوم؟ عطونا 90 فتحنا الباب 90. 90 90 ايه. هذا السوق هالول ولا؟ السوق هالول ايه. السوق هالول. السوق هالول ايه. وشحال راه ناوي صاحبي يبيعها ولا؟ مازال شويه. مازال سومتها؟ مازال سومتها ان شاء الله ايه. ان شاء الله. واش رايك اليوم في السوق تاع سطيف؟ ما درنا والو. السوق ما درنا والو. كي شغل شقيت باطل. الحركه كاينه بصح البيع والشراء ما درنا والو. هذا ممكن راجع للقرار الاخر تاع رئيس الجمهوريه. ممكن السوق الحلوه بالاخر وعلى كل حال. الله يجعل الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من جانا اخونا اليوم؟ هاني من سطيف خويا. انا مال جيران ان شاء الله. مرحبا بنا عند بعضنا. واش راك مدخل اليوم السوق؟ عندي بولو وكاره 2018 ماشي 20000 لاطول زيرو ما فيه والو. الله يبارك. شحال سمعت فيه اليوم؟ اليوم ما سمعت فيه كيما راهي تقول الناس السوق مبلوكي يعني ما سمعت فيه والو. ودخل هذه اول دخله للسوق ولا؟ هذه اول مره ندخلوا من قبل كانوا مساومني على برا كانوا مساومني خير ربي. دوكا الناس خويا مازال ما يسومونيش. تقدر تقول لي على برا قداش كانوا مسومين؟ يسوموني فوق ال 500 ما نعطيكش البري اكزاكت بصح كانوا مسومين فوق ال 500 خويا. وبالك اليوم يسومون فوق ال 500؟ على ربي ان شاء الله خويا هي حاجات احلال انا نبيعوا فيها حاجات احلال خويا على ربي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله اكيد. خونا واقف هنا ويشوف الطوموبيل عجبته شنو مازال ما يسومنيش ما قدرش يساومني. يخاف من لوم حتى واحد خويا تما كي تسمع هضره اللي راهي تدور من لوم حتى واحد خويا تما من حقه ما يشريش يخاف. وانت واش راك في الهضره اللي تدور؟ برا انا خويا شفت بيعات تبيعوا طوموبيلات بالسومه السمانه هذه شفت زوج طوموبيلات تبيعوا بالسومه على برا. على برا تبيعوا بالسومه عادي نورمال. تسمى في راي خويا البيع على برا ولا سخر من السوق؟ كل واحد وكيفاه. انا واحد من الناس انا طوموبيلي ما نبيعهاش بالخساره خويا قياده فهمني. اكيد هذه هي يا خويا ربي يجيب لك السوق. لا طاح السوق انا طوموبيل نكسبها خويا ماشي 20000 جديده خويا. ان شاء الله يا خويا العزيز ان شاء الله يا خويا تبيعها ان شاء الله بخير. خير يجيبها ربي اللي فيها خير يجيبها ربي ان شاء الله. ان شاء الله سبحان الله. بينا خويا تولي طوموبيل رخيصه والناس كل تشري والزوالي يشري نورمال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من جانا اخونا اليوم؟ من مصطيف برك. الله يبارك. شراك مدخل اليوم السوق؟ عندي ميغان 3 كابريولي سيسي. الله يبارك. 2012 شحال ماشيه واش فيها فلاطون؟ ماشيه 280 لباطون موتور جدد ماشي 10000 ماشي 10000 10000. لاطون نظيفه؟ زيرو فيها كابو برك. الله يبارك. شحال فيها؟ انا 135. 135؟ اه. سمتها بعيده قريبه؟ مازالت سمتها. اي مقناتك شويه؟ عايش مقنات من السوم طاح فيها. زعما حبوا يكسروك اليوم؟ كسرونا اليوم كسرونا بزاف. هذا السوق الاول؟ السوق الاول هذا هو السوق الاول. كشما راك مدير السومه في راسك ولا؟ السومه تاع راه 200. الله يبارك فيك. سمع مازالت بعيد؟ مازالت كسرونا بزاف. علاش اخويا العزيز؟ واش رايك اليوم في السوق؟ مادام كسروك دوك تقول لي السوق لك راه يطيح اللي هو بالخساره وصاي. ناوي تبيع بالخساره؟ واش راه دخلت يطيح لنا السوق ولا لا مش راه يطيح ليا برك انا. يطيح لنا السوق. سمع انت تقول لي حبيت تقول نبيع بالخساره ونشري بالخساره. نبيع برخا نشري برخا. نشري برخا وهنا ماذا بيا زيد شنو نشري واحد الدفر من تاعي. كي يطيح السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من جيتنا ناذر اليوم؟ من بومرداس. الله يبارك خيار الناس. واش راك مدخل اليوم السوق؟ 308 نوفالا 2014. الله يبارك. شحال ماشي واش فيها في لاطور؟ ماشيه 290 صبيغه ما فيهاش فيها قرعه غاز انسيس. الله يبارك. شحال راهم مساومينك اليوم؟ عطوني 150 اخالي. السومه بعيده قريبه؟ مازالت بعيده شويه. هذا السوق الاولى؟ هذا السوق الثاني تاعها. البارحه دخلتها للسوق ما سومونيش اليوم ما عطوني 150. البارح ديتها لاكار عمر ما سومونيش واليوم ما عطوني 150. كشما راك مدير لها سومه في راسك؟
والله يا اخي وزرع نقول لك السوق سوقك ما تفهم والو، اللي تروح ليه يقول لك ما سومونيش ما عطاونيش. الناس اللي راه يبيع راه حاكم في البري تاعو، اللي شاري راه يجي حش خايف، قال لك يدخلوا طوموبيلات كل عام يقولوا لنا طوموبيلات يدخلوا طوموبيلات يدخلوا، حنا رانا خايفين والشاري راه خايف. يا خويا والله ما فهمنا كيفاش زعما ما ندمتش كي ما بعتهاش من قبل. ما ندمتش ومانيش راح ندم، باسكو هذه ما جيت نشريها كي كان السوق ابري دو موا ولي للور ما لقيتش واش نشري انا. هذه كي شغل شريتها ما كانش واش نشري، شريت هذه. شريت اكثر من سوما اللي سمعتها اكثر. هاو اكثر. السلام عليكم. السلام ورحمه. من جانا خونا؟ من برج بوعريت. الله يبارك خيار الناس. شكرا لنا خليهم السوق. قول كات دومين طروا. شحال ماشيش فيها في لاطول؟ ماشيه 279 موتور محطوط ماشي 40000. لاطول فيها لا لافون راكور في لاريير. الله يبارك. شحال سمعت فيها اليوم؟ عطاني 130. بعيدة قريبة؟ ماشي بعيدة بزاف، شوية شوية كل يزيد شوية نبيعها ماشي بعيدة. واش ما سموك من قبل هذا سوقها الأول ولا؟ لا لا عطاني على برا، عطاني من برا على برا، عطاني 156. واليوم شحال معطيك في السوق؟ 130. شوية ترخف شوية نبيعو خلاص. وندمت كي ما بعتهاش على برا؟ نورمال رزق على ربي، رزق على ربي نورمال، جيب ربي. سبحان. واش رايك اليوم في السوق تاع الصيف؟ السوق تاع الصيف اليوم راه عامر بصح شوية مزايرة شوية، ما كاينش البيع مزير شويه. سما كنت كمان هكذا تبيع وتروح وخلاص؟ يا ربي ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خوتي اليوم جيتوا تشريوا وجيتوا تبيعوا؟ جينا نشريوا لكتب ربي ان شاء الله. كش ما شفتوا هكذا درتوا حوستوا يعني على عفسه باهيه هكذا؟ درنا بصح الاسعار مش راتبه. واش سومت انت؟ سومنا هذا وين هاربين، عطيناه 73 ما حبش يبيعها لنا 2011 اونسيان. وفيها فيها البنتورا فيها المعود 73 ما حبش يبيعها لنا. قد طالب هو؟ طلب لنا 80 ويقول لك السوق طاح. السوق ما طاح ما والو صاحبي، هذه نورمالمون كون جات يعني السوق سوق ديال 40 مليون ما تزيدش. صعب بالك مازال يعني هذا وين القرار عنده ثلاث سمانات برك. هربين اونسيا كون ديال فاسكا كيما هكذا بالك، هربين اونسيا نورمالمون مش 80 مليون، عطيناه 73 يبيع لنا. احنا ثاني رايحين نخدموا كش ما يجيب رب العالمين لك معايا، لما نعوض السوق ما والو، احنا رايحين كش ما نخضروا بها. 80 بزاف، الاقل 75 والمالو قال لك هو اقل 80 ما نبيعلكش. لا تبان لي هكذا السوق ما طاحش. والحل زعما؟ الحل القرار تاع سيد الرئيس ان شاء الله يكون فيه خير ان شاء الله. ان شاء الله. وانت كيما هكذا تولي تشري ولا تولي تروح زعما؟ انا نروح هكذا ما نقدرش نشري. تقدرش ما قدرنا احنا الشيء اللي قدرنا عليه 73 فوق 3 ملايين زدناها له بالدز. بالك كنت كش ما زدت ساهمت كون لقيت واحده اللي تساعد. احنا سعادتنا هذيك حلت في عينها، هي احلى حاجه في عينها. اخويا ربي يجيب لكم ان شاء الله السوق، ماذا يكون ناويين تخدموا ان شاء الله ربي يقدر لكم خير. لازم يطلقوا المنتوج، لازم يطلقوا لنا شويه المنتوج، كون ما يطلقوش حاجه تدخل جديده اللي كيما نقولوا تريب شويه السوق ما تقدرش تشري. جديد هو اللي هبط السوق، الجديد يهبط السوق. وهضروا وهضروا على الشيري، كون يجي الشيري ب 130 نبيعها انا. كانت ب 99 ونص وشويه تكسرنا عليها احنا ثاني شويه. هذوك ب 130 ونقول لهم مليح. واش تاعي غير من 200 غير من شيري 200 بالك ان شاء الله فيها خير ان شاء الله ربي يقدر. من السواق اللي فاتوا يعني معليش ترخب بحوايج هكذا خفيفه مازال شويه معصور. لازم السوق على الاقل على الاقل على الاقل كي تبغى تشري في الهربين هذه الاقل طيحها فيها ب 20 حتى 30 تقدر تركب بها 50 مليون هذيك ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله. خويا اللي ناوي طلبت محمد الجماعي السلطات ان شاء الله كشمي يدعموا الشبيبه هذه الناس راهي لا غرب الله يا خويا الزاوي ما قادر يعيش. يا خويا هذوك اللي عنده 70 ما يقدرش يركب مسكين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راك مدخل اليوم خويا للسوق؟ مدخل ديا فاسكا 2012 دو سيكونت ماشي 338000 نظيفه ما فيها ما فيها والو عواده. سومونا عطاونا 87. سومتها قريبه بعيده؟ مازلت شويه بارابور للسواق اللي فاتوا مازلت خرجتها منها على 4.5. شحال عطاوك السوق اللي فاتوا اللي قبله ولا؟ عطاوني 4.5 خرجتها على 4.5. كيف 4.5؟ عندها 15 يوم دروك 104.5. 104.5 باش يفهم المشاهد. ايه عطاونا 104.5. واش رايك اليوم في السوق تاع الصيف؟ السوق والله ما كانش شاري، ما شاري ما كانش من الاخر، ثم الناس كل خايفه من السوق. وحنا احنا نشوفوا
ليامات ان شاء الله تحكم دو فاسون ام طلقوا هذا الرئيسه وطلق الاستيراد. بصح اكتيال مازال ما بان والو، سما مازال ما بانش واش كاين. دفتر شروط ما كانش، اسكو العلامات كامل تدخل المستوردين يجيبوا، اسكو غير ما محصوره غير على المصنع اللي راح يديروا زين لنا. احنا ما على بالناش، احنا رانا نشوفوا نراقبوا بعينينا ونشوفوا على ربي ان شاء الله. الله يا خويا ربي يجيب الصوت. السلام عليكم. سلام. واش راك مدخل لهم السوق خويا؟ هربين. واش من سيري واش فيها فلاطو شحال ماشي؟ لاطو سيري بنتية ماشية زيرو، عطاونا 70. واش شحال راك ناوي تبيعها انت؟ 200 هنا، حوس على 200. سمع عطاوكم 70 باش يفهموا، هذا كيقول لك ما عطاو له 70 يحوس على 200. هو نحوس على 200، عطاو 170 ونحوسوا على 200. ان شاء الله خويا العزيز. و سموك على برا، هذا سوقها الاول سوقها الثاني؟ الاول، هذا هو الاول. سما ماشي مقنعتك زعما السومه؟ ماشي مقنعتني. في رايك زعما كون في رايك كون دخلتها قبل القرار الاخير تاع استيراد السيارات نجيب لك 200 عادي زعما سهله؟ نجيب واحد 180 585 جيبها. وزعما كي طاح دوكا شويه السوق ولا كي راهم يقولوا تحوس على 200؟ طايح نورمال والله غرب، طايح نورمال برك. علاش تا يا خويا؟ واش رايك اليوم في السوق تاع سطيف؟ او حبس، ما كاين ني بيع ني شرا، جماعه ما باعت ما كاينين، جماعه من يباعوا ناس خايفه. خايفه اي. احنا نقولوا ربي يجيب الخير ان شاء الله، ربي يجيب لك السوق ان شاء الله. امين ان شاء الله، يعطيك الصحه. اذا المتابعين الكرام، كانت هذه اسعار السيارات واراء بعض المواطنين لنهار اليوم. اليوم بزاف اللي قالوا بلي السوق راه حابس، ما كان بيع ما كان شراء، اصلا بزاف اللي قالوا بلي ما سوموناش مامبا. كاين ثاني اللي قالوا بلي السوق هبط، وكاين اللي قال لك مازال على حاله، وكاين اللي قال لك طلع. تسمى راهي الحاله مخلطه شويه. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله في انتظار الجديد. الى اللقاء.